أصدقائي وصديقاتي، أهلا بيكم في كل مكان. بنكمل ريفيجن شهر نوفمبر وبنحل مع بعض أسئلة تيست 2. أول مجموعة أسئلة، أول سؤال في التشوز بيقول If the ratio between the areas of two similar polygons 16 to 25 then the ratio between the two corresponding sides equals what؟ طبعا الـ ratio ما بين الـ two corresponding sides هي عبارة عن الـ root بتاع الـ ratio ما بين الـ two areas. فهو قايل إن الـ areas الـ ratio ما بينها 16 to 25 نحطهم تحت الـ root تبقى 4 over 5، يبقى نختار مع بعض letter B. Number 2 بيقول If the two roots of the equation 4x squared minus 12x plus m equals 0 are equal then m equals what؟ طالما قال ان two roots equal يبقى معنى كده ان discriminant equals 0. اول ما يقول ان roots equals يبقى discriminant equals 0. طيب احنا معانا ال A 4 ومعانا ال B بنيجاتيف 12 ومعانا ال C بM، والديسكريمينانت القانون بتاعها b باور 2 ماينس 4ac، واحنا قلنا ان ده هيساوي 0 علشان هو قال ان ال 2 روتس ار ايكوال. ال b بنيجاتيف 12 اول تو ذا باور 2 ماينس 4 تايمز 4 تايمز ال c بm ايكوال 0. نيجاتيف 12 باور 2 144 ماينس 4 باي 4 باي m 16m equals 0. معنى كده يا باشمهندسين ان ال 144 equals هنطلع النيجاتيف 16 دي الناحيه الثانيه يبقى 16m، يبقى ال m equals 144 divided 16. نجيب الكالكليتر ونقول 144 over او divided 16 equals 9، يبقى ال m ب 9 وهنختار مع بعض letter C. Number 3 بيقول the length of an arc opposite to the central angle of measure 150 degrees، انا كده معايا theta degree in a circle with radius length، انا كده معايا radius ب 8 equals what؟ هو بيسأل على length of arc. احنا حافظين مع بعض التريانجل بتاع ليسر، فاكرينه؟ ليسر ال ثيتا ار، ده المثلث اللي بيجمع العلاقه ما بين اللينس اوف ارك والثيتا بالريديان والريديس. انت عايز تجيب ايه؟ انا عايز اجيب اللينس اوف ارك، يبقى ده عباره عن ثيتا ريديان ملتبلاي الار. عندي مشكله ان الثيتا بالدجري، يبقى لازم الاول نحول من ثيتا دجري لثيتا ايه؟ ريديان. ازاي؟ علشان اجيب ثيتا ريديان بروح عامل الثيتا ديجريز تايمز باي اوفر 180. تعالى كده ادي الكالكليتر، ادي نحط كده بس كده عشان المساله تبقى صدمه، اهو 150 تايمز باي، اهي شيفت ادوس على الزرار دوت وانزل تحت واكتب ايه 180 equals 5 over 6 باي، يبقى ديت 5 over 6 باي. نرجع تاني للقانون، اللينس اوف ارك عباره عن 5 over 6 باي تايمز الريديوس بكام؟ ب 8. تعالى كده عندنا ثلاث اجابات فيهم باي وواحده ما فيهاش، فتعالى الاول بس ما نعوضش عن الباي، نجيب الكالكليتر ونعمل تايمز 8 على طول ونقول ايكوالز 20 over 3 باي. لقيناها اخترناها، لو ما كناش لقيناها كنا دوسنا على الاس دي عشان نحوله ديسيمال، او كنا عوضنا عن الباي ب 22 over 7 او 3.14. لكن طالما لقيناها فيبقى الاجابه على طول 20 over 3 باي. Number 4 بيقول لي if L و M are the two roots of the equation x squared minus 7x plus 3 equals 0. يبقى ال L power 2 plus ال M power 2 equals what؟ طبعا احنا معانا هنا ال A ب 1 وال B ب نيجاتيف 7 وال C ب 3. فأقدر أجيب ال L plus ال M اللي هو نيجاتيف B over A
نيجاتيف نيجاتيف 7 اوفر 1 ب 7، واجيب ال ال ام اللي هو السي اوفر الاي اللي هي تطلع بكام؟ ب 3. تعالى بقى نشوف الرول ال باور 2 بلس ام باور 2، احنا حافظينها وراجعناها كمان في تيست 1، كنا بنقول ان ال بلس ام اول باور 2 ماينس 2 ال ام. يعني يا باشمهندسين 7 باور 2 ماينس 2 تايمز 3، 7 باور 2 ايكوالز 49 ماينس 6 هتطلع ب 43، يبقى نختار مع بعض لتر بي. نمبر 5 بيقول in the opposite figure if AC equals 3 سنتيمتر و CE ب 9 سنتيمتر then AB equals what؟ خلي بالك انا عندي 2 circles. مبدئيا كده السيركل اللي على الشمال عندنا فيها ان ال AD times ال AF equals ال AC times ال AE، هسمي دي نمبر 1. في السيركل اللي على اليمين ال AB ده tangent، يبقى ال AB squared equals ال AD times ال AF برضه، واسمي دي رقم 2. بص لي كده على 1 و 2 هتلاقي ان ال AD times ال AF موجوده في الاثنين، يبقى from 1 و 2 علشان اجيب ال AB squared فدي هتبقى عباره عن ال AC times ال AE. ال AC بكام يا مستر؟ ب 3، وال AE ب 3 بلس 9، 3 بلس 9 12، يبقى ال AB squared ب 36. علشان اجيب ال AB بس اروح حاطط ال 36 تحت الروت تبقى ب 6 سنتيمتر اللي هي لتر D. نمبر 6 بيقول the quadratic equation in which each of its two roots more than the two roots of the equation x squared minus 3x plus 2 equals 0 by 2. يبقى كده انا معايا given equation وعايز اكون ايكويشن تانية الروتس بتاعتها اكتر من الروتس بتاع الجيفن ايكويشن ب 2. يعني لو الجيفن ايكويشن الروتس بتاعتهم ال و ام يبقى الريكوايرد ايكويشن الروتس بتاعتها ال بلس 2 وام بلس 2 لان هو قال ازيد باي 2. طيب يبقى ده السؤال بتاع الجيفن ايكويشن والريكوايرد ايكويشن اللي بنقسم علشان خاطره الصفحه، وببتدي دايما بالجيفن ايكويشن لحد ما طلع ال L plus ال M وال L times ال M. ماشي تعال نطلع الأول ال A ب 1 وال B ب negative 3 وال C ب 2. ها عايزين نجيب ال L plus ال M، القانون بيقول negative B over A يعني negative negative 3 over 1 ب 3. تعال نجيب ال M اللي هي C over A اللي هي 2 over 1 ب 2. كده دور ال given equation انتهى. تعالى بقى نشتغل شوية على ال required equation. عايز ايه؟ عايز اجيب السم والبرودكت عشان اعوض في قانون ال forming equation. السم يعني L plus 2 plus M plus 2، يعني L plus M و 2 2 4. ال بلس ام احنا جايبينها بكام؟ ب 3. تمام يبقى نكتب هنا 3 بلس 4، يبقى السم بتاع التو روتس بتاع الايكويشن اللي انا عايزها بكام؟ ب 7. طيب تعالى بقى كمان نجيب البرودكت. البرودكت يعني ال بلس 2 ملتبلاي ام بلس 2، مش بنعرف نفكها، تعالى نعملها ديستريبيوشن. هوزع L تايمز M يبقى L M، L تايمز 2 يبقى 2L. وزعت ال L، تعال نوزع ال 2. 2 تايمز M ب 2M و 2 باي 2 ايكوالز كام؟ 4. يعني ديت L M، ناخد ال 2 من النص كده كومن فاكتور، يتفضل L بلس M وننزل ال 4. ال L M عندنا اهي بكام؟ ب 2. تمام اكتب 2 بلس 2 ال L بلس ال M طالعينها من شويه ب 3 بلس 4، فتطلع 2 بلس 6 بلس 4 هتطلع بكام؟ ب 12.
كده يا باشمهندسين احنا جبنا البرودكت بتاع التو روتس بتاع الريكوايرد ايكويشن. نكتب بقى قانون الفورمنج ايكويشن x squared minus the sum of the two roots times x plus البرودكت الكلام ده يا مستر equals كام؟ equals 0. يعني x squared minus 7x plus 12 equals 0. تعالى كده نشوفها أي واحدة في المالتيبل تشويسز. x squared minus 7x plus 12 هي letter C. Number 7 بيقول لي in the opposite figure AB intersect CD at point E. ال AE ب 4 سنتيمتر، ال EB ب 6 سنتيمتر، ال DE ب X plus 1 سنتيمتر، وال CE ب X minus 1 سنتيمتر. X بكام؟ حبيبي طالما هما بيحصل لهم intersection عند E يبقى ال EA times ال EB كل مية بنروح نقطة ال intersection equals ال EC times ال ED. ال EA ب 4 ال EB ب 6 ال EC ب X minus 1 وال ED ب X plus 1. 4 by 6 24. The difference between two squares يعني first by first و second by second بس X times X و negative 1 times positive 1. تعال ماشي negative 1 الناحية التانية يبقى 24 plus 1 equals X squared. معنى كده يا باشمهندسين ان ال x squared ب 25 يعني ال x هيبقى positive negative root 25 مفيش لينس بالنيجاتيف يبقى root 25 على طول equals 5 سنتيمتر اللي هي letter A. Number 8 بيقول لي if x belong to من 0 ل 90 degrees يعني acute في الفيرست كوادرنت and cosine x ادي cosine x equals sin 60، sin 60 اللي هي root 3 over 2 over sin 90 اللي هي ب 1 minus sin 0 اللي هي ب 0 over sin 45 اللي هي 1 over root 2. طبعا 0 over اي حاجه ب 0 كده خلاص التاني ده خلص وده هيدينا root 3 over 2. دي مين دي؟ دي كوساين x. طيب حلو خالص. احنا عايزين بقى نجيب انجل اكس بكام؟ يبقى اقول له كده انجل اكس شيفت كوساين روت 3 اوفر 2. نجيب الكالكوليتر ونعمل شيفت كوساين روت 3 وننزل تحت اوفر 2 ايكوالز 30 ديجريز. يعني نختار مع بعض لتر A. Number 9 بيقول each of the following figures represents the curve of the function f such that f of x equals ax squared plus bx plus c. Which of these figures does have b power 2 minus 4ac equals 0. ركز معي. مين b power 2 minus 4ac؟ ده الdiscriminant. امتى الdiscriminant يساوي 0؟ لو two roots are equal. وامتى two roots are equal؟ لو هما بيقطعوا الاكس اكسس في بوينت واحد. طبعا اول فيجر ده هنا دول تو ايماجينري روت وهنا هوت دول ديفرنت روتس والاي هتبقى بوستيف لان الكيرف باصص لفوق وهنا هوت ديفرنت روتس والاي هتبقى نيجاتيف لان الكيرف داون وورد. هنا دي الوحيده اللي هي عندها تو ايكوال روتس يعني الديسكريمينانت بتاعتها equal كام؟ 0. يبقى الإجابة الصح هي letter D. Number 10 بيقول لي in the opposite figure if DE parallel للBC يبقى الريشيو ما بين الأريا بتاعت ترينجل ADE to ABC equals what. مبدئيا كده يا باشمهندسين طالما في parallel يبقى في similarity يعني الترينجل ADE هيبقى similar للترينجل ABC. طيب هو عايز الريشيو ما بين الاريا بتاع التو سيميلر ترينجل اللي هو ال ADE والاريا بتاعت ترينجل ABC. في الحاله ديت انا هدور على اي كورسبوندنج سايتس واعمل لهم باور 2. مين الكورسبوندنج سايتس؟ ال AD وال AB. ال AD
والـ AB معايا أطولهم بكام؟ الـ AD بـ 3 والـ AB كله 3 بلس 2 يعني 5، يبقى الريشيو 3 تو 5 باور 2، 3 باور 2 بـ 9 و 5 باور 2 بـ 25، يعني الإجابة الصح هي letter C. Number 11 بيقول in the opposite figure XY parallel BC و XZ parallel BY، AX بـ 6 cm، XB بـ 9، AZ بـ 3 cm، then ZC equals how many centimeters. طيب مبدئيا كده أنا هشتغل على الـ 2 parallel lines دولت عشان أطلع الـ ZY. هقول له كده since إن الـ ZX parallel للـ YB يبقى therefore، ركز معايا كده، AX over XB equals AZ over ZY. كده نطلع ZY. تاني AX over XB equals AZ over ZY. AX ب 6، XB ب 9، AZ ب 3، ZY هنحسبها. تعالى نعمل مقص كده، يبقى ال ZY equals 3 times 9 over 6، تطلع 27 divided 6، هتطلع ب 4.5 سنتيمتر. نكتب هنا هوت 4.5. تعالى بقى نمسح الحاجات اللي الايه اللي بلزقه دي عشان نشتغل على البارل التاني، ما احنا لازم نستفاد بكل الايه الجبل. البارل التاني اللي هو XY وبي سي، فاقول له كده since ان ال XY parallel لل BC therefore ها AX to XB equals المرة دي AY to YC، يعني نكتب AX و XB equals AY وهنا YC. AX ب 6، XB ب 9، AY ب 3 plus 4.5 يعني 7.5، والواي سي عايزين نجيبها، يبقى الواي سي عبارة عن 7.5 times 9 divided 6. تعالى كده نجيب الكالكليتر ونعمل 7.5 times 9 over أو divided 6 equals تطلع 11.25، يبقى 11.25 سنتيمتر. طيب نكتب هنا برضو 11.25. عايزين ايه بقى؟ احنا عايزين بقى نجيب الـ ZC كلها اللي هي 4.5 plus 11.25 اللي هي تطلع 15.75، او لو fraction 15 و 3 over 4 اللي هي letter B. Number 12 بيقولي in the opposite figure if the given length in centimeter then x plus y equals how many centimeter. طبعا انا هشتغل من بره الاول عشان نبقى نجيب الx وبعد كده نشتغل من جوه نجيب مين الy. يعني نقدر نقول ان الx plus 2 over الx minus 8، خد اللي قصادهم اللي هو 20 over 12. بدل ما تعمل كروس مالتيبليكيشن ومعاك الارقام 20 و12، لا تعالى نعمل لهم سمبليفاي على الكالكليتر، نعمل كده هو 20 اوفر 12 ها ونشوف هتطلع كام. تطلع 5 اوفر 3. يبقى بدل ما نشتغل بديه، لا احنا نشتغل بالسمبليفاي بتاعها 5 اوفر 3. تعالى بقى نعمل سيزرز، يبقى 5 تايمز اكس ماينس 8 ايكوال 3 تايمز اكس بلس 2، يبقى 5 اكس minus 5 times 8 ب 40، 3 times x و 3 times 2 بكام؟ ب 6. نجمع الاكسات في ناحيه فتبقى 5x minus 3x، دي راحت ناحيه ثانيه بعكس الساين، equals 6 plus 40، دي بالنيجاتيف راحت بالبوزيتيف، يبقى 2x equals 46، فيبقى الاكس بكام؟ ب 23. طيب احنا كده جبنا الاكس ب 23، فاضل نجيب الواي. تعالى نشتغل على الجزء اللي فيه الواي. هنشتغل البارت دوت على البارت دوت equals البارت دوت على البارت دوت، يعني x plus 7
over y equals 20 over 12. الx احنا جبناها ب 23 ف 23 plus 7 بقت ب 30 over y. و 20 over 12 لسه عاملين لها simplify كانت 5 over 3. يبقى الy عبارة عن 3 multiply 30 divided 5 هتطلع ب 18. يبقى البارت دوت ب 18. اعمل بقى 23 plus 18 هتطلع معاك 41. يبقى نختار مع بعض letter C. تعالى بقى نبدأ بالاسي questions. أول سؤال: if L and M are two roots of the equation blah blah blah, then form the equation whose roots blah blah blah. طيب ده نفس قصة ال given equation و required equation. طيب بنقسم صفحة نصين، بنبدأ بال given equation، بكتبها الأول 2x power 2 minus 3x minus 1 equals 0. هطلع منها الـ A بـ 2 والـ B بـ negative 3 والـ C بـ negative 1. محتاج منها إيه؟ محتاج الـ L plus الـ M اللي هو negative B over A negative negative 3 اللي هو 3 over A اللي هو 2، وكمان الـ L M اللي هو C over A يعني negative 1 over 2. طيب تعالى بقى نشوف قصة required. علشان نجيب الـ required محتاج أجيب الـ sum of the two roots اللي هو L over M plus M over L. عايزين نعمل common denominator، بنعمل كلمة لا باللغة العربية كده، بنعمل اللي تحت times اللي هو L M، ونعمل مقص شمال الأول يبقى L squared، بعد كده مقص يمين اللي هو M squared. اللي فوق L power 2 plus M power 2 ده قانون حفظناه سم اللي هو L plus M all power 2 minus 2 L M over L M. L plus M ب 3 over 2 power 2 minus 2 times negative half وتحت negative half. تعال نجيب الكالكليتر حطها كده في الركن بعيد عن الكلام اللي احنا عايزينه. اوكي، اول حاجة نفتح براكت ونعمل فراكشن ونعمل 3 over 2، نقفل البراكت وندوس power 2 minus 2 times negative half، ونقفل البراكت وننزل تحت ونعمل برضو ايه negative half. تمام، اعتقد الموضوع من اتفه ما يمكن. equals تطلع بنيجاتيف 13 over 2. حلو خالص، كده جبنا مين؟ جبنا السم. تعالى بقى نجيب البرودكت يعني التايمز اوف ذا تو روتس يعني ال اوفر ام تايمز ام اوفر ال. طبعا الشاطرين كلهم عارفين ان دول مالتيبليكيتيف انفرس، فالال هتتكنسل مع الال والام تتكنسل مع الام، يبقى البرودكت بكام؟ ب 1. ايه قانون الفورمينج ايكويشن؟ اكس سكويرد minus the sum of the two roots times x plus the product. الكلام ده كله بكام؟ بزير. يعني x squared minus negative 13 over 2. طب ما في minus، فنيجاتيف نيجاتيف بقت plus 13 over 2x plus 1 equals 0. ما يصحش باشمهندسين قد الدنيا يسيبوا المسألة فيها fraction، فنعمل المسألة كلها times 2. يبقى 2x squared plus 13x plus 2 equals 0. يبقى هي دي الـ required A equation. number 2 بيقول لي if theta belong to 3 by over 2 2 by يعني من 270 degrees ل 360 degrees يعني في الـ 4th quadrant and sin theta equals negative 24 over 25 then find cosine theta minus cosec theta times tan theta. طيب مبدئيا كده ثيتا في الفورث كوادرنت، تعالى كده نرسم الترانجل بتاعنا في الفورث كوادرنت اهو، ادي 90 degrees وادي الثيتا. الساين عباره عن opposite 24 over 25، ما بنحطش نيجاتيف غير في الاخر. عايزين نعمل بايثاغورس 25 squared minus 24 square تحت الروت اهو،
ادي روت 25 باور 2 ماينس 24 باور 2 ايكوالز 7. نروح حاطين ايه؟ ال 7. طول ما احنا مش في الفيرست كوادرنت يبقى في نيجاتيف مع حد فيهم، 7 يمين طول عمر اليمين بوزيتيف، 24 تحت يبقى هي دي اللي بالنيجاتيف، والهايبوتنس طول عمره ايه؟ بيفضل بوزيتيف دايما. هو عايز ايه؟ هو عايز كوساين ثيتا ماينس كوسيك ثيتا تان ثيتا. كوساين ثيتا ادجيسنت اوفر هايبوتنس، يعني 7 اوفر 25 ماينس الكوسيك شقلوب الساين او الريسوبيكال بتاع الساين، الساين اصلا في الجيفن فيبقى نيجاتيف 25 اوفر 24. شقلبنا الجيفن ده بس عشان اجيب ايه؟ الكوسيك. التان اوبوزيت اوفر ادجيسنت يعني نيجاتيف 24 اوفر كام؟ اوفر 7. تعالى نحط الكلام ده كله على الكالكليتر، برضه نوسع نفسنا كده عشان نشوف. ها اقول له كده هو 7 اوفر 25 بعد كده ماينس، بعد كده هو نفتح براكت نحط فيه نيجاتيف 25 اوفر 24 ملتبلاي نيجاتيف 24 اوفر 7. ممكن بس نقفل البراكت كده ونقول له ايكوالز، هتطلع كام؟ نيجاتيف 576 اوفر 175. نيجاتيف 576 اوفر 175. نمبر 3 بيقول لي A B C D is a quad its diagonals intersect at E. تعالى كده نرسم اي كواد كده. هو خلي بالك عايز يثبته ترابيزيوم، تمام؟ فاحنا مش عارفين ان هو ترابيزيوم، بس في الاخر هيطلع ترابيزيوم فنرسمه ترابيزيوم، بس مش هنقول عليه ترابيزيوم غير في الاخر، تمام؟ بيقول لك الدياجونالز بتاعته intersect at E. تعالى كده اهوت نرسم two diagonals ونحط هنا A هنا B هنا C هنا D وهنا E. طيب قالنا ال AE ب 6 سم وال BE ب 13 سم وال EC ب 10 سم وال ED ب 7.8. عايز يثبت ان ال ABCD is a trapezium، يعني عايز يثبت ان ال AD بارل ال BC. فلو انا قدرت اثبت ان ال AE over ال EC تطلع برقم، وقدرت اثبت ان ال DE over ال EB طلعت بنفس الرقم وطلعوا الاثنين ريشيو دول قد بعض، ففي الحالة ديت اقدر اقول له ان ال AD بارل ال BC يبقى الشكل ده ترابيزي. تعال نشوف بشويش. هنجيب الاول ال AE over ال EC اللي هو 6 over 10، هعملها simplify تطلع 3 over 5. تعال نجيب ال DE over ال EB اللي هي هتطلع كام؟ 7.8 over 13، هعملها simplify برضو هتطلع بردك 3 over 5. هقول له since ان ال AE over ال EC equals الDE over الEB، طالما ده over ده equal ده over ده، ففي الحالة ديت يبقى therefore الAD بارل للBC، يبقى therefore الABCD is a trapezium. بعض الناس يقول لك كمان اثبت ان الاثنين التانيين مش parallel، براحتك. هو لو انت اثبتت ان الاثنين دول parallel ده نف قوي. عايز تزود وتجود وتجيب الريشيو الثانيه مش متساويين وتثبت ان الاي بي نوت بارل السي دي، اتس اب تو يو، محدش هيقول لك حاجه. نمبر 4 بيقول ان ذا اوبوزيت فيجر اف اي سي سكويرد ايكوال سي دي تايمز سي بي بروف ذات ان الترانجل اي سي دي سيميلر لترانجل بي اي سي. علشان اثبت ان انا عندي تو ترانجل سيميلر بفكر في الثلاث حاجات اللي عندي. اول حاجه انا بحاول اثبت ان في تو انجلز ايكوال بعض. هل انجل A ايكوالز انجل B؟ ما عنديش حاجه تقول كده. هل انجل C ايكوال انجل C؟ ايوه، انجل C از ا كومن انجل. يبقى اول حاجه وصلت لها ان انجل C از ا كومن انجل. طيب هسميها كمان نمبر 1 عشان تبقى قدامنا. طيب هل انجل دي ايكوال انجل ايه؟ برضه ما عنديش حاجه تقول لك الانجلز خاص، خلاص يبقى استبعد كده قصه الايه؟
ان انت تثبت السيميلاريتي من خلال الانجل. طيب انا عايز اثبت ان AC over BC equals CD over CA equals AD over BA او اي اتنين ريشيو ومعايا انجل. طيب ايه الجيفن اللي هو مدهوني وانا لسه مش عارف استخدمه؟ هو مديني ان AC squared. يعني ايه AC squared؟ يعني AC times AC equals مين؟ equals CD times CB. طيب انت عايز تثبت ان ال AC over ال BC. تعالى كده نشوف AC over ال BC. طالما رحت كده زي تالت اعداد يبقى لازم ترجع بالعكس، صح؟ يعني انت تقدر تقول ان ال AC over CB equals CD over ال AC عشان لما ترجع تعملهم cross multiplication يديك اللي انت كاتبه فوق ده. طيب مش دوت الريشيو اللي انا عايز اوصله؟ انا كنت عايز اوصل ان ال AC over ال BC equals CD over ال CA وال CA هي ال AC. طب يبقى ده رقم 2. يبقى انا كده معايا 2 sides proportion وال included angle ايه؟ equal او ال included angle هي common. يبقى اقدر اقول له from 1 and 2 therefore triangle ACD similar للترانجل بي سي اي، وهو دوت required to proof. بكده اصدقائي في كل مكان نكون خلصنا مع بعض اجابة تيست 2 وخلصنا كمان ريفيجن شهر نوفمبر. بالتوفيق والنجاح في كل الاوقات، القاكم على خير والى اللقاء.